بعد رحيل المدير الفني بعد نهاية الدور الأول، هل توقعت أن تكمل أنت المهمة، مهمة المدير الفني، وتستمر مع منتخب كوت ديفوار حتى الفوز بهذه البطولة؟ توقعت هذا القرار؟ ولو توقعته، متى تم إبلاغك به؟ نعم، إنه رئيس الاتحاد كرة القدم في الكوت ديفوار هو الذي أبلغني يوم الأربعاء وطلب مني وأخبرني أن الكوتش سوف يرحل، وطلب مني وسألني إذا ما كنت جاهزا لتولي هذه المهمة وإكمال المسابقة. قلت له نعم، أنا مستعد وجاهز، وقمت بعمل المدير الفني بالوكالة بالقائم بعمل المدير الفني، هكذا أخبرني. ثم تأهلنا إلى الدور التالي عبر ثم فزنا على السنغال في مرحلة النوك أوت، ثم الآن تم تجديد التعاقد لكي أكون متواجدا في المرحلة المقبلة مع الفريق الإيفواري.